يونس من أبها معنا على الخط، تفضل أخي يونس. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. هل يجوز العمرة مرتين في اليوم؟ طيب، يجوز، لكن ما هو أحسن؟ الأحسن يكون بينهما وقت، بحيث يكون في الشعر، في يكون الرأس قد أنبت شعرا لأجل أن تحلقه مرة ثانية، أو تقصر إذا كان طويلا. أما في يوم واحد ما يكون هناك شعر في الرأس، لكن نقول أنه جائز، لكن ما هو أحسن. نعم.